21 عام هي عبارة عن 21 وسام شرف بمعاناتها بذكرياتها بصعوباتها بألامها، هي نعتبرها ثمن رخيص لتراب هذا الوطن في سبيل حرية هذا الشعب وتحرر أسير واحد. بالنسبة لنا ونظرتنا كشعب فلسطيني وكأسرة علاء بشكل خاص هو كتحرر جزء من تراب هذا الوطن. أنت إلى بلدنا حبيبتنا واحدنا عارف حرص لي اثنين بابو في السجن وكلهم وإياد انسجن وكلهم وبعيد انسجن منفصل كمان، بس الصبر كويس يا ابني والشكر لربنا. ان شاء الله الله بيطلع كل الأسرة يا رب، الله يحميهم، الله يرضى عليك وعليهم، يفرج عنك وعنهم. فرحة لا توصف الحمد لله رب العالمين، هي فرحة للشعب الفلسطيني كلها بعد الحزن والمرار والسنوات الصعبة اللي مرت. الحمد لله رب العالمين انكسر القيد وعقبال جميع أسرانا، يعني الفرحة ما بتكمل إلى خروج جميع أسرانا.